يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله حضراتكم تتجدوا من خلالها كل المعلومات اللي انتم عايزين تعرفوها فيما يتعلق بالنادي الاهلي، وكمان اكيد فيما يتعلق بالمنتخب اللي لسه الصوره ما زالت ضبابيه الى حد ما فيما يتعلق بالمنتخب. هنتكلم النهارده في كل هذه الامور، الى جانب بقى طبعا الرياضات المحليه والعالميه. حضراتكم حافظين بقى وبتتابعونا باستمرار. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليك يا نهاوي. صباح الخير. صباح العسل. صباح الخير والسعاده. و انا كنت عارفه ان احنا هنيجي النهارده مش هنقول صباح النصر، ده شيء كان مفروغ منه يعني، بس امبارح انت فيك شيء لله والله. امبارح هي صوره فرضه نفسها. امبارح انا سالتك قلت لك انت تتوقع كام، احنا قلنا يا رب ما نتغلبش او هنتغلب ما يبقاش اكتر من 1-0 يعني، بس لا للاسف انت بتتكلم في رباعيه، وشيء اكيد برضو لو احنا دلوقتي بنهزر ومش هنقعد نكرر نفس الكلام، بس هو حاجه بقت يا جماعه غريبه جدا يعني. كوريا الجنوبيه تاني هرجع اقول ما هياش من الفرق الفظيعه يعني، ما مش عارفه. طب ما تونس لسه كاسبه اليابان، واليابان مفروض بنفس مستوى كوريا، ويمكن كمان اليابان افضل، فعارف كده ما تيجي تقيم اللي بيحصل حواليك. ما هو كل اللي انت قلتي اسمائهم دول ما عندهمش ربع المشكله اللي عندنا احنا، العطل عندنا حاجة احنا. حاجه صعبه كده. هم كل واحد بيمارس طبيعته، كل واحد بيمارس يعني ايه، او بيطبق بشكل عملي ملموس حجم ثقل وحجم خبرات وامكانيات اللعيبه بتوعه والاستقرار اللي موجود عندهم في الفريق او في المنتخب وفي الجهاز الفني الى اخره. العطل عندنا احنا. بس انا بتفق معاك طبعا يعني ده 100%، بس تاني المشكله مش وليده اداره معينه دلوقتي موجوده ولا اتحاد كره حالي ولا غيره، موضوع سلسله من المشاكل اللي بتتوارث من اداره بعد اداره، ويمكن مش كل المشاكل اللي فيها بتحل، فهي دي بتوصلك لهذه النتيجه في الاخر يعني. برضو عشان الواحد ما يفتكرش ان الحل في اقاله مجلس معين او اداره معينه كده خلاص الدنيا ما احنا على فكره بنتكلم من 2010 تاني، من 2010 انت عندك كذا اداره جت، فيعني الوضع كما هو عليه يعني. قصه مش في تغيير اسماء يا كريم. انت بتتكلمي عن المنتخب دلوقتي صح ولا انا بتكلم عن كره القدم المصريه؟ لا تعالي تعالي نحصر الكلام بس ولو لثواني في المنتخب. ما هو الكلام على المنتخب حلو، يبقى اقول لك بقى من اول 2018 لغايه ما احنا قاعدين، احنا تقريبا كل سنه في مدير فني مختلف لمنتخب مصر، وده ما بيحصلش مع المنتخبات الكبيرة. لما بتبصي مثلا على حاجة زي المنتخب الألماني مثلا، ارجعي لتاريخ المنتخب الألماني هتلاقي الأسماء فيه إلى حد كبير يعني محدودة مش كتير. احنا عندنا من 2018 ده اللي أنا فاكره، ممكن يبقى فيه من قبل كده. لا كل لا سنة تمام. مدرب هو حتى مشاركتك في كأس العالم 2018 لم تكن يعني بالمشاركة اللي الواحد عايز يفتكرها أصلا، أو المشاركة اللي هي لما تفتكرها تقول الله ده احنا شاركنا وعملنا وسوينا. ما فيش حاجة تتحكي لأن كانت مشاركة وانت طلعت من الدور الأول، وما حدث بقى هناك من كواليس طبعا وزيارات لبعض يعني الضيوف للمنتخب وحاجات كانت غريبة ومشاهد ما شفناهاش بصراحة في مع أي منتخب تاني، بس احنا دايما بنبقى في أوقات كده سباقين، فحاجة كانت صعبة. فتاني خلاص يعني مش حلو ان احنا نقعد كل يوم نتكلم في نفس النقاط السلبية اللي عندنا، بس لازم نبقى عارفين انه امر واقع، حتى هذه اللحظة لم يتغير شيء. قلنا ما مصير يعني كابتن إيهاب جلال بعد العودة من كوريا الجنوبية. البعض قال لو حصل نتيجة جيدة ربما ده هيبقى في الكفة بتاعته يعني، او هيحسب ليه الى حد ما، بس يعني الوضع زي ما حضراتكم شفتوا رباعية. حتى لو كان ده حصل كنا هنبقى بنتحاسب مع كابتن إيهاب جلال بالحتة بالماتش، وده برضو بس غلط. بس برضو ده سكور وحش قوي يا كريم يعني. بص كابتن إيهاب جلال طبعا احنا قلنا ونهاوند قالت قبل كده كذا مره وانا قلت كذا مره، لما بنيجي نتكلم على المعضله اللي حاصله دي في المنتخب ولما بيتم ذكر اسم كابتن إيهاب جلال مقترن دايما بكل التقدير والاحترام، شخص جميل وشخص محترم ومهذب، وده باجماع كل الناس اللي اتعاملت معاه ما فيش ذره شك في هذا الامر. وبرده من زاويه تانية ان جيتي للحق، ما الراجل كان قاعد مستقر بيدرب فريق بيراميدز ويعني مرتبه معقول، لما جيت طلب منه ان هو يدرب المنتخب ويسيب بيراميدز، وعلى حد علمي الله اعلم برده مدى صحه الكلام ده، بمرتب اقل، الراجل رحب يعني. لا غبار على شخصه، احنا بنتكلم على العطل اللي حاصل في في الحته دي فنتج عنها عشوائيه كلنا بندفع ثمنها دلوقتي من اعصابنا ومن مرارتنا الى اخره. اتفضل. طيب هنخش مش هنسيب برضو الملف لان اكيد في كلام كتير وكلام مختلف بقى، مش نفس النقاط برضو رح نتكلم عليها لان خلاص قتلت بحثا يعني في كل المنابر الاعلاميه الرياضيه الصراحه. خلينا ننوه عن الفقرات، فقره اولى هتكون معانا وهنتكلم عن منتخب البلياردو، اللاعبين تحديدا اللي هنستضيفهم هينورونا محمد علاء هو كابتن المنتخب، وحاتم محمد لاعب المنتخب، وعايز اقول لحضراتكم هم
عاملين شغل ليتلي او مؤخرا كويس جدا، فهنعرف برضو البلياردو من الرياضات اللي يمكن مش مسمعه قوي يا كريم او مش ناس كتير تعرف عنها. لا هنقول لحضراتكم بالظبط المنتخب بتاعنا وصل لفين، وعلى فكره محققين زي ما كنت بقول رانكينجز كويس. الفقره الثانيه هيكون معانا كابتن ياسر مصطفى نجم الاهلي السابق، عشان طبعا كمان هنتكلم عن الماتش النهارده باذن الله كده الساعه 9 ان شاء الله خير، برضو مباراه يعني انت عايز تطلع منها بالثلاث نقاط بتوعك، ده الاساس. ايسترن كومباني والاهلي في غيابات، في غيابات ما زال عندنا الموضوع صعب، لكن سؤال السوشيال ميديا مرتبط بهذا الموضوع، بنقول لحضراتكم وجهوا رساله للاعبي الاهلي قبل مواجهه ايسترن كومباني، وتوقعوا كمان نتيجه المباراه معانا، وجهوا رساله وتوقعوا نتيجه المباراه. ما نشوف بقى مين هيتوقع. طب ما تيجي نتوقع احنا. تقول كام؟ انا اقول 2-0 للاهلي. 2-0 للاهلي. انا او هكذا اتمنى. انا هقول لك على حاجه، انا لا اعتقد ان احنا هنعدي الجولين، يعني احنا اعتقد هنجيب جول واحد بس، هم هيجيبوا كام ما اعرفش، بس كاهلي اعتقد احنا هنحرز هدف. والله يا نهاوند نتمنى ان شاء الله ان في القريب العاجل يكون في استقرار في الاهلي، ويكون في استقرار في المنتخب اللي بطبيعه الحال. قبل ما نقفل الصفحه المتعلقه بيه برضو عايزين ناكد مره ثانيه على كل حرف اتقال، مش بس في حلقه النهارده، عموما في الكام يوم اللي فاتوا، كل الاحترام والتقدير للاشخاص. احنا بنتكلم على عطل حاصل وبقاله فتره ما هياش جديد، يعني مش حاجه جديده الحقيقه، ولكن وصلنا بقى لمرحله يعني ايه سخيفه قوي من دفع ثمن هذا الامر. طبعا الموضوع ده كله اتبلور اكتر واكتر بعد خساره منتخب مصر في وديه كوريا الجنوبيه اللي فاز بيها طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا المنتخب الكوري برباعيه مقابل هدف. ورا كل اللي شفناه علامات استفهام كتيره بنتكلم فيها بقالنا فتره، من اول طريقه اختيار المدير الفني اللي فات والحالي اللي كمان هو بقى يتقال عليه هو كمان اللي فات، وكمان اختيار الجهاز الفني، اختيار اللاعبين، واضح جدا ان في عشوائيه نتجتها كل اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت، واللي يعني اكدت لنا ان احنا مش بنتفرج على منتخب مصر، لا في حاجه مش مظبوطه. وبالارقام يعني برضو عشان تجدر الاشاره، قاد كابتن ايهاب جلال المدير الفني للمنتخب قاد الفراعنه في 3 مواجهات، فاز في لقاء وخسر في 2، وسجل 2 وتلقت شباكه 6 اهداف. مش بنتكلم عن تقييم المدير الفني لوحده، احنا بنتكلم على منظومه بالكامل فيها مشكله كبيره محتاجه تدخل فوري واصلاح سريع. بتفق معاك يا كريم، يعني هزيمه برضو هنرجع نقوله سريعا عشان نقفل هذا الملف، يعني 4-1 ما كناش متوقعينها قوي، يعني كنا مش متوقعينها قوي يعني. عارف في حاجات بتتوقعها وحاجات بتتوقعها قوي وحاجات مش قوي. بس يعني انا هقول حاجه واجرنا على الله بصراحه بقى، لا من حق الناس ان هي تغضب مش بس تزعل، ومن حق الناس كلها ان هي تطالب بتغيير شامل يعني للخطط، تتكلم المستقبليه بقى للمنتخب وكمان اتحاد الكره. بصراحه مش عايزه حد يزعل مني، كلهم زملاء اعزاء وناس بنحترمهم وبنقدرهم وناس في غايه الاحترام على المستوى الشخصي ونعرف معظمهم، لكن احنا بنتكلم في مستقبل الكره المصريه، فيعني لا معلش يعني عام 2022 لو هتتكلم تحديدا يا كريم بجد تحول لسلسله، لو انا هستخدم المصطلح ده مظبوط، من الكوابيس على كره القدم المصريه. يعني ما نتكلم على خساره منتخب مصر نهائي امم افريقيا بركلات الترجيح لو انت فاكر امام السنغال، بعد كده خسرت امام الفريق نفسه تاني بنفس الطريقه في فكره هنا التاهل بقى لنهائيات كاس العالم. طب يعني ايه؟ عشان يعني انا مش فاهمه. وبعد كده فكره هنا بقى حقبه زي ما بيتقال كده كارلوس كيروش تنتهي دون اي انجازات، يعني انت كنت جايبه علشان انجازات او انجاز معين، راح كل انجاز كان بيروح منه او 3 بطولات راحوا اصلا. ففي مشكله، لا في مشكله جدا. كمان لما تيجي تتكلم نهايه بالسقوط امام اثيوبيا وبعدين كوريا الجنوبيه، لا في حاجه غلط، يعني في حاجه غلط، يعني في حاجه ديفنتلي غلط. فنتمنى بقى ان يتم حل هذه او تدارك هذه الازمه في القريب العاجل، علشان انا اعتقد شكلنا حتى بقى وحش، يعني انت بتتكلم بقى على الشكل العام، الشكل بقى وحش بصراحه. عارفه يا نهاوند اكتر حاجه حزينه في كل الكلام اللي بيتقال بقاله فتره طويله من وجهه نظري يعني المتواضعه، اكتر حاجه حزينه في الملف ده كله ان الملف ده كله هو المتنفس الوحيد عند أغلب أو غالبية الشعب المصري. كرة القدم هي الحياة عند ناس كتير يا أخوانا، في ناس بتتنفس كورة، في ناس عايشة في ظروف حياتية ومعيشية ما يعلم بها إلا ربنا، ومع هذا المصدر الوحيد اللي عرفت تقفش فيه في حياتها هو الكورة. فمش هنيجي بقى عند المنفذ الوحيد أو المتنفس الوحيد ده كمان ونسده ونقفله، طب يبقى فاضل إيه لناس كتير؟ الكورة هي معشوقة الجماهير في كل العالم، ولكن إحنا كمصريين بصفة خاصة اللي ليه في الكورة واللي ملوش فيها، اللي بيفهم في الكورة واللي ما بيفهمش فيها، الاتنين بيسعدوا بإنجازات منتخب بلدهم بس كده.
صح. طيب نروح بقى الماتش النهارده ولا انت ندخل؟ عايز نكمل؟ مش عارف، انا قلت نقعد نعد التاني برضو على المنتخب. لا طيب. خلينا نعدي بقى، دي كفايه. انا تعبت، انا وانت تعبنا والله، كلنا تعبنا. نروح ماشي على قولك. نروح بقى الماتش النهارده، طبعا الاهلي امام ايسترن كومباني في مسابقه الدوري العام، واللي هيكون يعني نقدر نقول عليه البروفا الاخيره قبل مباراه القمه. طيب تعالوا حضراتكم نشوف اهميه الماتش ده في المرحله دي بالتحديد، جايه في صوره ايه. اولا انت لسه خارج من نهائي دوري ابطال افريقيا من حوالي اسبوعين وخسرت البطوله بفعل فاعل، بين قوسين بفعل فاعل. بعدها يعني من ايام بسيطه رحل المدير الفني بتاعك مستر بيتسو موسيماني، والكلام ده حصل قبل ايام من مباراه القمه اللي اكيد نتيجتها هتكون مؤثره جدا في شكل المنافسه على البطوله. يمكن ما تكونش حاسمه، لكن الاكيد ان هي هتكون مؤثره جدا على شكل المنافسه في الفتره القادمه. طبعا اداره النادي اتخذت زي ما حضراتكم عارفين قرار بتولي كابتن سامي قمصان الاداره الفنيه للفريق بشكل مؤقت، وفي ماتش طبعا ابتدى يعني ابتداء من ماتش المصري بالسلوم في الكاس، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا بهدف احمد عبد القادر في ظل غيابات كتير جدا في هذا اللقاء. وطبعا ان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقه في المدرب المحترم كابتن سامي قمصان انه يقدر يعبر بسفينه الاهلي الى بر الامان الفتره الجايه ان شاء الله. بص، هو كمان هيكون يا كريم استكمالا لكلامك اول اختبار حقيقي لكابتن سامي، واعتقد انا شايفه برضو لو هنيجي نقيم كده فكره الفوز في يعني او بهدف في ظل كمان غيابات لحضراتكم اكيد متابعين كتيره جدا، وماتشات الكاس اكيد هي ملهاش برضو في الاول في الاخر مقاييس يا كريم، لكن او ما بتخضعش لاي اعتبارات، لكن اكيد هي بتكون دفعه او هتكون دفعه معنويه مهمه جدا للفريق النهارده، وبالتحديد لما تيجي تتكلم عن ايسترن كومباني، وهو فريق برضو لو انت عارف هو بيلعب كوره دايما دفاعيه، واكيد اكيد هو كفريق نفسه ان هو برضو يحقق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي، وفي المقابل برضو احنا ككابتن سامي قمصان احنا عايزين نخرج بالثلاث نقاط زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه، في ظل طبعا برضو عدد الغيابات اللي موجود واللي هتكون موجوده النهارده لكمان اللعيبه الدوليين اللي كانوا مع منتخب مصر اكيد في الفتره. طيب التوقف الدولي كمان عندنا فيه مشكله، فيعني النهارده بص يعني لو حصل مكسب ان شاء الله، انا اعتقد المكسب الاساسي هيكون مكاسب معنويه يا كريم قبل ماتش القمه بقى، ويعني زي ما حضراتكم عارفين برضو احنا هنرجع ونتكلم عن معدن اللعيبه بتاعتنا. اللعيبه بتاعتنا برضو على مر العصور خلينا نقول كلمه حق، هم بيثبتوا دايما ان هم بيكونوا حاضرين في الاوقات الصعبه، وشفناها. يعني مش معنى ان احنا دلوقتي يا كريم مش في افضل حالاتنا او عندنا غيابات او 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 بنعاني من ظروف او عندنا مشكله مثلا في الجهاز الفني او غيره، ان احنا ننكر برضو ان اللعيبه بتاعتنا كانت ليها يعني مواقف كتيره جدا رجوليه، وقدروا ان هم في ظل برضو، وكان انا بتكلم على الموسم اللي فات كان عندنا ظروف اوحش من كده، وقدروا ان هم برضو يشرفونا في الملعب او على الارض او في بطولات. ف يعني معلش ده بيحصل في كل الفرق، يمكن عندنا زياده شويه بس يعني عشان ده قدر لعيبه الاهلي بس ده قدر لعيبه الاهلي على فكره على مر التاريخ طبعًا يعني طبعًا. والنوستالجيا اللي احنا بنقعد نتكلم فيها والقصص اللي احنا بنسمعها دي مش حاجه هي جديده، بس برضو الناس دول او اللعيبه دول فرحونا، فخلينا يبقى عندنا امل ان شاء الله خير. برضو هتبقى مهمه، برضو راح نتكلم بمنتهى الشفافيه، صعب على كابتن سامي قمصان، ما هياش المهمه الاسهل، فنتمنى ليه التوفيق. وهو تاني هو رجل محترم جدا وذكي جدا، وباذن الله يقدر يحقق يعني ما نحسش بغياب موسيماني، يعني انا اتمنى ان احنا لا نشعر تماما بغياب موسيماني النهارده ولا حتى الماتشات اللي جايه اللي هيتولى يعني ادارتها كابتن سامي قمصان ان شاء الله. برضو على ذكر ماتش النهارده عايزين نقول لحضراتكم ان الجهاز الفني للفريق اعلن بالفعل قائمه الفريق استعدادا لمباراه ايسترن كومباني النهارده ان شاء الله اللي هتقام على استاد الاهلي والسلام، وضمت قائمه النادي الاهلي الاسماء الاتيه: محمود متولي، رامي ربيعه، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، صلاح محسن، محمود وحيد، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبير، احمد عبد القادر، احمد نبيل كوكا، حمزه علاء، احمد سيد عبد النبي، محمد فخري، ومحمد اشرف، وزياد طارق، ومصطفى مخلوف. طيب تعالى بقى نطمن برضو الناس يا كريم على لاعبتنا، لان في زي ما حضراتكم عارفين لعيبه بيخضعوا لبرامج تاهيليه، طبعا حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم كملوا، خليني اقول لحضراتكم برامجهم التاهيليه خلاص على هامش طبعا مران الفريق، ده كان امبارح تحت اشراف اكيد الجهاز الطبي، وحمدي فتحي كان تعرض لاصابه في يعني في اصابه عضليه كان خلال تواجده مع المنتخب، فيعني
خلينا نقول ان برضو ما زال او مشكلتنا او فكره لعنه الاصابات لسه مستمره معانا لم تنتهي، فنتمنى ان شاء الله الاستشفاء لجميع اللعيبه، ونتمنى عوده كمان اللعيبه عشان نكتمل او يكتمل بقى الفريق بتاعنا، نقدر ان احنا نلعب بالروح بتاعتنا زي الاول، يعني بغض النظر عن الاهلي من حضر، بس انت برضو كجماهير عايز تشوف اللعيبه بتاعتك كامله، الفريق بتاعك كامل، مفيش اصابات، مفيش غيابات، يعني الروح دي للاسف الشديد من ضغط المباريات وتلاحم البطولات الموسم اللي فات واللي قبله، انت ما بقتش بتلعب مره واحده حتى بالفريق بتاعك كامل تقريبا، فخير خير لعله خير. طيب تعالوا بقى يا حضرات نروح للقاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع مجموعه من الابطال الرياضيين الحاصلين على كم يعني هنقول معقول من ميداليات مختلفه في الدورات الاولمبيه والبطولات العالميه في مختلف الرياضات، اجتمع بيهم عشان يبحث معاهم وبشكل مباشر ما بينه وما بينهم كافه المتطلبات اللي هم محتاجينها والخاصه بالتدريبات والاستعدادات كمان الخاصه بالمشاركات المرتقبه لكل اللاعبين واللاعبات والمنتخبات المصريه في مختلف البطولات العالميه المقبله طبعا، ولا سيما الدوره الاولمبيه المقبله باريس 2024. تعالوا نتعرف على تفاصيل اكتر من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. الهدف ان انا اسلم عليكم تاني ابطالنا ونجوم مصر اللي رفعوا اسم مصر يعني عالي، وكمان يبقوا معانا كده سفراء الفتره القادمه بغض النظر ان كل يعني كل واحد له كارير بتاعه من الابطال الاولمبيين السابقين سواء في التدريب او في الاداره، لكن ازاي ان احنا نعمل كده نقاش نبدا منه بسيمينار نعمل ايه علشان نطور الفكر الاولمبي والاستعداد للاولمبيات والاحساس النفسي اللي بيه. احنا كمان نتعاون مع اللجنه الاولمبيه ومع الاتحادات، لكن انتوا تكلموا رساله لكل الشباب اللي بيستعد ل 2024، يعني اللي انا شايف النهارده منهم سيف وادي ساره. طبعا انا زعلانه في الاول، طبعا الكاراتيه خرج من اولمبياد 24 بس دخل تاني او رجع او اتشال الوقف عن رفع الاثقال، فانا متوقعه ان باذن الله رفع الاثقال في الدوره اللي جايه هيعمل نتائج مبهره. متوقعه برضو في الخماسي ان ممكن احمد الجندي ومعاه حد كمان يعمل ميداليه زي ما عملوا في الاولمبياد اللي فاتت. طبعا المصارعه والتايكوندو دول يعني ابرز الرياضات اللي ممكن نقول ان هي ممكن تعمل نتائج في الدوره اللي جايه باذن الله. انا مبسوطه قوي علشان حق اللعيبه ما ضاعش وتعبهم كمان ما ضاعش، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقهم ساره سمير او محمد اهيب او بقيه اللعيبه اللي كانوا موقفين. بجد يعني انا لو كنت مكانهم اكيد كنت هبقى متاثره ومتضايقه ان هو مجهودي وتعبي يروح كده على الفاضي وافضل كذا سنه قاعده في البيت، فبصراحه مبسوطه ليهم قوي، اتمنى ان شاء الله يعملوا مزيد من الانجازات ان شاء الله. طبعا حاجه كبيره جدا، يعني انا حلم يعني في منتهى السعاده وحلم حياتي طبعا كنت العب بطوله عالم على ارضي، فبالنسبه لي دي حاجه يعني مره في العمر تحصل طبعا ان بطوله عالم تكون موجوده. طبعا السلاح يمكن كان دايما دول في اوروبا بتنظمه وممكن دول في اسيا، انما يبقى في دوله افريقيه ومصر تنظم حاجه زي كده حاجه كبيره جدا. مصر نظمت بطوله عالم ناشئين وحققت نجاح كبير جدا جدا جدا، العالم كله اشاد بيه، ويمكن ده اللي خلانا نقدر ان احنا ننجح في تنظيم بطوله عالم للكبار. فخور جدا ان هيكون في بطوله في ارضي، اهلي يكونوا موجودين، صحابي يكونوا موجودين، ويا رب اقدر اسعدهم. طيب خلينا ناخد دكتور محمود عشان نطمن اكتر ومزيد من التفاصيل، مدير عام طبعا التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور محمود بونجور جدا، صباح الخير. صباح الفل عليكم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. بنحب دايما تكون معانا في نهايه طبعا الاسبوع زي ما احنا متعودين عشان نطمن ونطمن الناس على الجو والاجواء في الويكند، بس لو انا مش غلطانه انا النهارده حاسه ان الجو كويس شويه عن اليومين اللي فاتوا، ونطمن برضو من حضرتك ونعرف الويكند اخباره ايه. اتفضل. هو بالفعل طبعا النهارده مستشارين اكتر بتحسن في الاحوال الجويه، في فريش ويند موجوده كده، هواء كده بيحرك، حركه الهواء دي بتقلل شويه من احساسنا باشعه الشمس اللي هي تعتبر اقل حده طبعا مع من بدايه الاسبوع. فالحمد لله الاجواء عادت الى مجاريها. طبيعتها. عادت الى طبيعتها الحمد لله، وبنستمتع بايام الربيع.
مفيش ربيع موجة. هو احنا لسه في الربيع؟ هو احنا لسه في الربيع يا دكتور؟ لسه ربيع. او اما الصيف جاي امتى؟ يوم 22؟ يوم الثلاث. يوم الثلاث. يوم الثلاث باذن الله يبدا فصل الصيف فلكيا. الحمد لله لغايه دلوقتي منخفض الهند يعني ما شفناش منه حاجه لسه بشكل كبير. انا بقلق من منخفض الهند ده والله. طبعا هو منخفض عملاق مركزه في شبه القاره الهنديه. صحيح. بيأثر على كل الدول اللي بيمر عليها وبيمتد حدوده الى مناطق من جنوب اوروبا وشمال افريقيا وبيصل تاثيره اصلا وجنوبا طبعا الى السودان. فطبعا هو منخفض ضخم جدا. تأثيره حتى الآن في الجزيرة العربية بشكل كبير بيتسبب في ارتفاعات شديدة هناك في درجات الحرارة وشفنا الدرجات القياسية اللي تجاوزت 50 درجة في بعض. ده في الظل طبعا. لكن الحمد لله مجرد ما بيبدأ يخش على جمهورية مصر العربية بنقول فعلا ربنا حامي مصر بالبحر المتوسط والبحر الأحمر من هذا المنخفض القوي اللي بترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير. الكتل الهوائيه بتكون داخله شديده الحراره بتصل فيها درجه الحراره فوق ال 50 درجه مجرد ما بتمر على البحر المتوسط والبحر الاحمر بتنخفض بشكل كبير هذه درجات الحراره من 50 درجه في الظل الى 35 36 درجه لكن في المقابل بترتفع كميات الرطوبه كبيره جدا في هذه الكتله الهوائيه كمان اللي بيزود احساسنا بارتفاع درجه الحراره عن ال 35 وال 34 بس ده كلام ده في شهر 7 وشهر 8 ده عز الصيف بقى اللي هي بترتفع في نسب الرطوبه وتصل الى 90 و 95% واحيانا الى 100% على سواحلنا الشماليه. فطبعا هذا المنخفض لسه الحمد لله احنا في فتره ربيع ما اثرش علينا بشكل كبير لغايه دلوقتي. فحتى بدايه فصل الصيف ان شاء الله تكون الاجواء في هذه المعدلات في درجات الحراره ما بين 33 و 35 درجه كده على القاهره. وسواحلنا الشماليه ما بين 30 و 31 درجه. انما المناطق الجنوبيه بتكون طبعا اكثر تاثرا بارتفاع درجه الحراره. جنوب البلاد بيصل الى 40 درجه احيانا خلال هذه الفتره. لكن ما فيش ظواهر جويه الحمد لله. يعني اول توقع او اول تاريخ يعني متوقع لارتفاع ملحوظ في درجات الحراره ونسبه الرطوبه بالنسبه يعني لمصر عموما؟ لا هو طبعا حضرتك ارتفاع نسب الرطوبه المتوقعه في شهر 7 وشهر 8 هتكون بشكل ملحوظ اكيد هتصل الى 90% نسبه الرطوبه وقتها لان هيكون ده عز صيف جمهوريه مصر العربيه وبيكون خلاص منخفض الهند الموسمي بقى مسيطر على منخفض السودان واندمجوا مع بعض طبعا وبيكون هو المنخفض الاكثر تاثيرا في هذه الفتره. فمتوقع طبعا صيف هذا العام يكون قريب الشبه بصيف العام الماضي. درجات الحراره فيه اعلى من المعدلات من درجتين لثلاث درجات في المتوسط طبعا. فيعني 7 و8 هو ده يعتبر المتوقع فيه انه يكون اعلى درجات حراره ونسب. انت ليه زعلان؟ مش عارف. ما لا كريم متاثر. انا عرقت من دلوقتي اصلا يعني انت يعني حضرتك حزين اللي الدكتور بيتكلم فيه بمنتهى البساطه ده معناه ان احنا داخلين على ايام ما يعرف بيها الا ربنا. بشكرك يا دكتور محمود. على كل حال شكرا ليك دكتور محمود. بس طبعا اطمنتي؟ انا اطمنت. عشان نطمن حضرتك اطمنتي يا ترى اطمنتي بالخمسينات اللي اتطورت في الحوار ده؟ احنا هنسمع خمسينات السنه دي. انا والله العظيم نفسي اتجمد لغايه الشتاء. انا بكره حاجه اسمها صيف ومش بس كره عشان الحر عشان الواحد ما بيبقاش والله هكرر نفسك هقعد اقوله كل مره لغايه لما تزهقوا. ما فيش اكسجين ما في مش عارفين ننام مش عارفين نشتغل مش عارفين نتحرك يعني ولا انا غلطانه ربنا يهون ما احنا ما قدامناش غير ان احنا نقول ربنا يهون. لا صعب 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 والله صعب. تعالي وتعالي نطلع فاصل بسرعه يلا ارجوك ونرجع بعديها عشان نكمل مع حضراتكم سلسله اخبارنا وموضوعاتنا خليكم معانا. طيب احنا رجعنا لحضراتكم مرة تانية طبعا لكن قبل ما نستكمل أخبارنا لازم النهاردة نقول كل سنة وانت طيب لنجمنا اللي مشرفنا أكيد في الداخل وفي الخارج اللي بيرفع اسم مصر في كل تقريبا المحافل الدولية اللي بنتمنى يكون فيه منه نماذج كتيرة جدا اللي بنتمنى ان هو ياخد حقه برضو في الداخل وفي الخارج اللي بنتمنى ان هو يكون قدوة. وعايز أقول لحضراتكم هو فعلا قدوة وهو يعني من التفاصيل بقى اللي ممكن البعض ما يكونش عارفها عنه هو من أكتر الناس أو الـ public figures اللي بتعمل
خدمات عامة وبتعمل حاجات خيرية، واتكتب عنه كتير كمان في الصحف الإنجليزية عن الشق ده تحديدا. فشخصية زي ما بتقال كده كاملة طبعا. متكاملة. كل سنة وانت طيب يا مو صلاح، عيد ميلادك ال 30 يعني بص يمكن سنا اكيد برضو تلاتينات احنا ما بنبقاش كبار، بس انت محقق حاجات كتيره جدا، ودي حاجه كويسه ان انت في هذا العمر برضو الصغير وقدرت ان انت تحقق كل ده. فبالتوفيق ان شاء الله كمان فيما هو قادم، يعني لسه في مسيره ممتده طبعا وسنوات كتيره من العطاء زي ما بيتقالوا، تحقيق كمان الذات ورفع اسم مصر اكتر واكتر. فكل سنه وانت طيب، وبنتمنى لك كلنا ان تظل ملهما كما انت. محمد صلاح شخص استثنائي، إرادة استثنائية، تصميم استثنائي، تفكير مسبق وخطط مستقبلية بشكل استثنائي، عشان في ناس ممكن تخلط إلى حد ما بين الحظ وما بين الدأب والإصرار على الوصول إلى النجاح. محمد صلاح نموذج للجزء الثاني من الكلام. محمد صلاح ما ينفعش يكون فيه مساحة للحظ ولو حتى بنسبة كبيرة، يعني ممكن يبقى فيه بس مش بنسبة كبيرة، لكن المكونات الرئيسية لهذه الظاهرة الكونية العابرة للمحيطات ما جاتش من فراغ، جت لان هو شخص استثنائي، وبنتمنى له انه يفضل استثنائي ويفضل ملهم لكل الشباب ولكل المتابعي ومحبي وعشاق كره القدم في العالم كله. كل سنه وانت طيب يا مو يا صلاح، وربنا يكرمك ويزيدك. بص عايزه بس اقول على حاجه هنا قبل ما ننتقل للاخبار برضو والخبر اللي جاي كريم، قصه لان انت برضو قلت نقطه مهمه، فكره ان الواحد يبقى عنده حلم وان هو يحققه ويثبت نفسه، محدش عارف يساعدك غير نفسك في دي، لان بنشوف نماذج كتيره جدا ونستضيف شخصيات مختلفه واعمار مختلفه، دايما الاراده اللي عند البني ادم وايمانه بذاته هو ده النجاح بتاعه. يعني مش مهم على فكره الناس شايفاك ازاي، صدقوني والله ما بكلم هنا اللي هم الاصغر سنا او اللي هم الشباب الصغير جدا بقى اللي هو لسه هيبدا حياته ولسه بيشوف من الدنيا عايز ايه، ما يهمكش ابدا راي اي حد فيك خالص، وما يهمكش ابدا. يعني محمد صلاح ما هو حضراتكم عارفين قصته، هو اترفض من نادي برضو كبير في الداخل، يعني قال لك لا يليق. فلو انا صدقت اللي قدامي والمقدار اللي هو شايفني بيه وانا شايفه نفسي في حاجه احسن، لازم اؤمن بنفسي او اؤمن بنفسي، ما يهمنيش انت شايفني ازاي خالص، المهم انا هثبت لك على الارض انا مين. فده اللي بيحصل لاي شخص ناجح، بيبقى عنده ايمان وثقه في نفسه واصرار على تحقيق الذات. هتلاقي ناس بتقف ضدك، هتلاقي ظروف مش معاك، هتلاقي ناس بتقلل منك، هتلاقي ناس بتنتقدك، هتلاقي حاجات كتيره، بس لازم تكون مركز على الهدف، مالكش دعوه بكل الديستراكشنز او كل الحاجات اللي بتحصل دي. دي نصيحه ان احنا مش بس عايزين نحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح، احنا عايزين ناخده كتجربه ناجحه في الحياه طبعا. يعني وفي منه طبعا نماذج كتيره جدا في العالم كله، بس احنا اللي يهمنا هذا النموذج اللي قصته برده ملهمه، لان هو جاي من قريه معينه وظروف معينه وتحديات معينه طبعا. وصدمات كتيره قبل ما يسافر ويحقق نفسه وغيره. فامن بنفسك، حط الخطة ماشية ازاي، اشتغل وربنا بعد كده هيوفقك، مالكش دعوة بأي حاجة ولا كلام يتقال ولا غيره. دي نصيحة، وعايز أقول لك يعني أنا النصيحة دي اتنصحتها من ناس أكبر مني قبل كده، دايما ركز على هدفك ما يهمكش مين بيقول إيه خالص، وطول ما ربنا عارف أنت بتسعى ازاي وبتشتغل ازاي ربنا هيكافئك بس. فيعني دي حاجة أنا بتعلمها من أي قصة ناجحة بصراحة. ولو قصته كمان استثنائية جدا وملهمة جدا، ده واحد بدايته وبداية مسيرته الكروية كانت مع فريق اتحاد بسيون. أيوة. لو ما كانش محمد صلاح في كل المواصفات اللي انت بتقولي عليها دي، ولو ما كانش محمد صلاح فعلا قادر على ان هو يتحدى كل المعوقات وكل الصعوبات، لانه مؤمن وعارف كويس جدا ان هو شخص استثنائي، ما كانش فضل في اتحاد بسيون. كان يبقى الى يومنا هذا كان هيبقى محمد صلاح لاعب في فريق اتحاد بسيون. فقبل طبعا ما ينتقل للمقاولين العرب في المرحله اللاحقه، فطبعا بنتمنى له كل النجاح والتوفيق اللي في الدنيا ان شاء الله، لان هو حقيقي بيفرحنا وبيشرفنا. تعالوا بقى نروح للصحافه الرياضيه والعناوين المختلفه. نبتدي مع حضراتكم ايه بقى؟ نبتدي معاكم بعنوان او منشط رئيسي في جريده اليوم السابع، والمنشط بيقول سحب قرعه نصف نهائي كاس الرابطه بحضور مندوبي الانديه، والتفاصيل كالاتي يا حضرات. تجري رابطه الاتحاد المصريه المحترفه اليوم مراسم سحب قرعه نصف نهائي ونهائي بطوله كاس الرابطه للانديه المصريه المحترفه، وتقرر اقامتها الساعه 12 في الثانية في الساعة 2 ظهر اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والقرعة هتتعمل بين أربع فرق هم الإسماعيلي وفيوتشر والمحلة وإمبي، طبعا بحضور مسؤولي الأندية الأربعة، ولم يتحدد بعد موعد مباريات
هذا الدور، ونجح فريق غزل المحله في انه يتصدر المجموعه الثالثه برصيد 11 نقطه. طيب عظيم جدا. تعال نروح للشروق بقى علشان برضو دي او ده خبر مهم ومنشط برضو في غايه الاهميه. فكره هنا تعرف او المنشط بيتكلم عن تعرف على جميع المنتخبات المتاهله لكاس العالم 2022، طبعا اخرهم كوستاريكا. سريعا هروح مع حضراتكم كده نقرا برضو المجموعات. المجموعه الاولى قطر، اكوادور، سنغال، هولندا، ماشي. المجموعه الثانيه انجلترا، ايران، امريكا وويلز. المجموعه الثالثه الارجنتين، السعوديه، المكسيك، بولندا. الرابعه فرنسا، استراليا، دنمارك، تونس. دي مجموعه ثقيله. الخامسه اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، اليابان، برضو دي مجموعه ثقيله. بعد كده السادسه بلجيكا وكندا والمغرب وكرويجيا. السابعه برازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، برضو كويسه دي. والثامنه والاخيره البرتغال وغانا واوروغواي وكوريا الجنوبيه. هتبقى يعني هتولع. أقول لك على حاجة ممكن تقلب شوية المواجع، بس هي طموح مشروع وحلم مشروع. يعني لو ما كانش الحال عندنا يعني على ما هو عليه، لو كان الوضع غير الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، مش كان زمانك بتقولي اسم مصر في اي مجموعه من المجموعات اللي انت تفضلتي؟ ماشي، ما احنا حصل لنا كده في 2018 بس خرجت من دور الاول. ما هي القصه ان يعني احنا مالناش نفس يا رهوان. لا لينا نفس. طيب. بس انا ما بص اقول لك على حاجه، انا كنهواند لو انا داخله مسابقه وعارفه ان انا هخرج من الدور الاول ما ادخلهاش. يعني اكرم باشيك يعني ما بحبش اخسر. انا لما اتحط في مسابقه ولا اتحط في تقييم ولا بتاع، انا دايما بص عايزه ابقى رقم واحد. فان انا ابقى داخله ما عنديش الامكانيات اللي تأهلني انا، بس طبعا ده مش كلام كره قدم، انا بقول لحضراتكم يعني الواحد من بره بيشوفها ازاي. انت لو كنت حتى تأهلت ما كنتش ما اعتقدش يا كريم كان هيبقى عندك القدره ان انت يعني تخش في تصفيات. يعني بالوضع اللي احنا فيه، مش ان جنرال، بالوضع اللي انت فيه حاليا، عشان برضو الكلام يبقى واضح، ليس تقليلا، بالوضع اللي انا شايفه حاليا بالظروف اللي عندي حاليا، انا ما كنتش هوصل لاي تصفيات يعني. وحصل منطقي مليون في المية. لا. بس يمكن يبقى في مساحة لوجود طفرات في أزمنة قادمة قد يكون، واتمنى ان احنا كلنا نعاصرها. ربنا يدينا جميعا طول العمر، زي ما شفنا نموذج استثنائي اسمه محمد صلاح، كنا لسه بنهنيه من شوية بعيد ميلاده 30. موارد برضو، ومش حكايه وارد، احنا ليه كمان بنسيبها للقدر؟ احنا المفروض ان احنا اسياد افريقيا، احنا منتخب مصر، احنا لينا حيثيه ولينا ثقل ولينا وضع المفروض ياهلنا ان احنا مش بس نشارك في كاس العالم، مش هقول لكم نفوز بيه عشان ما عرضهاش، بس اضعف الايمان، اضعف الايمان، نحجر مع الفرق اللي هنلعبها في المجموعه بتاعتنا. احنا برضو المفروض ان احنا مش قليلين، بس طبعا بين قوسين مش دلوقتي زي ما انت لا مش دلوقتي خالص، لان طب. زي ما احنا اتكلمنا وهنتكلم، اصلاح هذه المنظومه ليها عوامل كتيره جدا، من اهمها قاعده الناشئين، ومن اهمها اختيار المدربين اللي بيأسسوا لك برضه. يعني ما هو انا لازم يكون في حسن اختيار، وكمان انا بتكلم من البدايه، مش تيجي حد تجيب حد مدرب كويس يلحق لي لما الدنيا بتقع. طبعا. لا، اختيار المدربين ده شق برضه اساسي في اصلاح كره القدم. وعلى فكره على مستوى النوادي كلها برضه، لان في الاول وفي الاخر ما هو دول بيبقوا في زي ما بيتقال المجموعه اللي بتشكل المنتخب. فلو هم عند كل نادي مصري ما عندوش المدرب الامثل، مش هيديني كادر في الاخر كويس يعني. بس هو عموما تاكيدا لفكره او المبدا العام بتاع ان حتى المنتخبات الكبيره ساعات بيبقى ليها كبوات. ده بالمناسبه عنوان في يعني اخر منشات عايزين نستعرضه مع حضراتكم في جريده الشرق الاوسط. فرنسا تخسر لقب دوري الامم، وديشامب يتعهد بتصحيح المسار قبل المونديال. والتفاصيل بتقول انه تعهد مدرب المنتخب الفرنسي بانه يجري نقد ذاتي من الان وحتى موعد السفر قبل نهايه العام الى قطر من اجل الدفاع عن لقب ابطال العالم. وده بعد ما طبعا خسر فريقه كرواتيا 1-0، وكان على ارضهم، كان على ملعبهم. وتاكد خساره المنتخب الفرنسي او تؤكد خساره المنتخب الفرنسي للقب بعد فشله في تحقيق اي فوز خلال الجولات الاربعه الاولى من النسخه الثالثه للمسابقه القاريه الجديده. فوارد، بس على الاقل يعني جماهيرهم مش هيبقى عندهم نوع التحفظات اللي عندنا. يعني هنا خسروا وهنا خسروا، بس شتان الفرق في الخسارتين الحقيقه. طيب دي كانت نبذة سريعة كده في المنشطات أو أهم ما طرح في المنشطات والصحف.
طيب من فترة للتانية بنجيب لحضراتكم برضو بعض المعلومات. الفيديو جراف اللي معانا اللي جاي هي نصايح للتغلب على حرارة الصيف، بما ان احنا بنتكلم يعني ان خلاص درجات الحرارة في ده زايد مستمر. يوم الثلاث هيشهد اول يوم لفصل الصيف، واكيد بالتالي هيبقى فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. طب احنا كبشر بقى نعمل ايه؟ نتغلب على حرارة الصيف ازاي؟ تحديدا الناس اللي بتشتغل في اماكن يعني مكشوفه او متعرضين للشمس. خلينا نتابع الفيديو جراف ده عشان نشوف برضو بعض النصايح ونرجع نكمل. كلها نصايح مهمة وسهلة وقابلة للتنفيذ. صحيح الحقيقة. بس في بقى إضافة صغيرة جدا عايزة أقولها، لأن الملف ده مهم واتكلمنا في النقطة دي مع دكتور دينا أبو السعود طبعا. لأن ده موضوع كارثي، معلش أنا هقوله لأنه مرتبط بفكرة درجات الحرارة والارتفاع الملحوظ في الفترة اللي جاية. وهي كريم إن أنا أسترخص، بعض الناس ممكن تسترخص وبتشتري كريمات اللي هي بتتباع زي الفيديوهات اللي شفناها على السوشيال ميديا اللي هي واقية من الشمس، بتشتريها بتبقى مثلا سعرها 400 جنيه بتتباع ب 40 جنيه. فدازنت ميك يعني ملهاش مفيش سنس في الكلام ان حاجه ب 400 جنيه بشتريها ب 40 جنيه. حضرتك لازم تتاكد او حضرتك لازم تتاكدي ان ده منتج مغشوش فيه. فلما احط سان بلوك على وشي او على وش اولادي او على وش والدي او وات ايفر ناس كبيره في السن او غيره، وعلى اساس ان هو يحميهم، ده ممكن يتسبب بجد انا بقول لحضراتكم لامراض قد تصل للكانسر او السرطان. فاتمنى ان احنا نخلي بالنا جدا. لو احنا ما نقدرش نشتري منتج غالي نجيب يعني اي منتج بديل بس بسعر يكون مناسب وفي نفس الوقت يكون اصلي. النقطة دي مش نقطة رفاهية، النقطة دي نقطة في غاية الأهمية تحديدا الفترة اللي جاية. يعني نخلي بالنا لأن بجد عواقبها وحشة جدا. المنتجات اللي أنت بتتكلمي عليها لازم تعنون بوداعا للبشرة. وداعا للبشرة والله صح عنوانها. طيب نشوف برضو مع حضراتكم تقرير دلوقتي مفيد كمان فيما يتعلق بالحياة الصحية، فكرة إن كلنا نقدر نمارس الرياضة ولو مش قادرين نروح جيم ولو مش قادرين نروح نادي، حتى لو في مكاتبنا حتى لو في بيوتنا في بعض الأحيان في تمرينات بتبقى سهلة جدا وقابلة للتنفيذ، ولو نفذناها وبشكل منتظم وفي استدامة أكيد هتنعكس بكل الإيجابية على حالتنا الصحية وكمان النفسية. هنتعرف معاكم من خلال هذا التقرير على مجموعة من هذه التمارين مع كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الأهلي فرع الجزيرة. هنشوف التقرير ونطلع فاصل ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم أول فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة. تابعونا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جماهير اهلي العظام، صباح الخير كل اعضاء نادي الاهلي كل فروعه. نورتونا طبعا، مبسوط ان انا بطلع معاكم دايما، ويا رب دايما حلقات دايما تفيدكم، واكيد مستنيكم طبعا المواضيع اللي انتم حابين نتكلم فيها عشان نقدر نتكلم فيها بكل استفاضه وتفيدكم، لان ده همنا الاول والاخير. طيب النهارده عايزين نتكلم بقى على انا عايز احرق وعايز اخس، هو انا يا كابتن اتمرن بالليل ولا اتمرن الصبح؟ طب اتمرن في وسط اليوم ولا اتمرن في اخر اليوم ولا اتمرن في اول يوم؟ طب قبل الشغل ولا بعد الشغل؟ طبعا ده اساس اصلا، ده موضوع لوحده لازم نتكلم فيه قد لايتر. احنا بقى لنا فتره بنتكلم على تمارين لكن ما نتكلمش التمارين دي نعملها امتى، وبالذات احنا اصلا بنتكلم في التمارين بنعملها في البيت. طب يا كابتن اول ما اصحى ولا بالليل؟ طبعا ايديال كده رقم واحد، احنا اهم وقت او افضل وقت بنتمرن فيه في التمرين نحرق فيه فاتس كتير هو ما بين من الساعه 9 الصبح او 8 الصبح لحد الساعه 10 ونص الصبح. ليه؟ لان ساعتها بيبقى الجسم لسه ما دخلش فيه اي اكل، لسه المعده ما اشتغلتش على بطن فجأة طبعا. واهم من كل دوت ان هرمون الجروث هرمون وهرمون التستوستيرون اللي هم اصلا مسؤولين عن الحرق بيبقى في اعز الوقت او في اشد وقت ان هو جسمك بيفرزه هو الوقت دوت. فده بيساعدك بالتالي انك تحرق اكتر،
تخس دهون اكتر، تزيد عضلات اكتر. فده اهم وقت من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 10 10:30، ده اهم وقت ممكن نتمرن فيه. طيب كده احنا عرفنا الوقت. طب ايه هي اهم التمارين الكارديو اللي احنا ممكن نعملها، سواء البادي بيلدينج ممكن يعملها او الانسان العادي اللي ممكن بيتمرن في البيت ممكن يعملها؟ تمارين الكارديو يا جماعه اشهرها هناخد واحده واحده مع بعض، بس احنا قبل ما نتفق، قبل ما نتكلم على التمارين او نشوفها مع بعض، نتفق على حاجه مهمه جدا. احنا ايه التمرين هنعمله دلوقتي؟ هنشغل ثلاث مجموعات، كل مجموعه لمده دقيقه او دقيقه ونص. طب وقت الراحه ايه؟ وقت الراحه دقيقه واحده بس. اول تمرين معانا هنشتغله مع بعض، واللي حابب يشوفنا واحنا الحلقه شغاله ويقوم في البيت يشتغل معانا يقوم عادي، مفيش مشكله، بالعكس احنا مطلوب مننا احنا نشجع بعض. اول مجموعه هنعملها معانا، اول تمرين هنعملها معانا تمرين الهايني بسرعه. طبعا انا مش هتكلم، انتوا اشتغلوا ورايا على طول. طبعا مشط رجلي على الارض، بعد كده هبدا ليفل اعلى. بعد كده هبدا سبرنت اهو. رجلي قدام ورجلي ورا، رجلي ايدي بتتحرك اكن بجري فعلا في الشارع. اوكي، بعد كده بعمل هاي جامب جاز. كل ده يا جماعه اي تمرين بتشوفوه دلوقتي ثلاث مجموعات، كل مجموعه دقيقه. ببدا احرك ايدي فوق شولدر بريس مع فتح الرجلين. اوكي، بعد كده بعمل حركه كيك بوكسنج برجلي كده، ده بيشغل عضلات الرجل، عضلات الرجلين ودراعاتي في نفس الوقت شغاله. ببدا انزل بعد كده على الارض، اعمل ماونت كلامبر واحد، ثلاث مجاميع برضو، كل مجموعه افتح واقفل. يلا التمرين اللي بعده، بطني مشدوده بس على الارض. بعد كده اعمل تمرين اسمه بيربز او الرباعي اللي هو ده. نعمل اربع مجموعات في 10، بعد كده لازم اخد ريست. انزل تحت كمان، اشتغل فتح رجل واقفل وانزل. اشتغل التمرين دوت اربع مجموعات في 10. دي كانت اهم التمارين الكارديو اللي ممكن نعملها في البيت، عشان كده لو عملناها في فتره من 8 الصبح ل 10 الصبح ده اضمن لكم ان الوقت دوت هيفيد ان انا هحرق اكبر كميه دهون في جسمي. نقدر نعملها اربع خمس مرات في الاسبوع، ساعتها اضمن لكم ان انتوا بعد 30 يوم هيبقى في تشالنج عظيم جدا. نورتوني، والنهارده تعبت معاكم وانتوا تعبتوا معايا، بس كنت مبسوط جدا معاكم، وان شاء الله في حلقات جايه. مع السلامه. يا اهلا بيكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وفي الفقره دي منورنا ثنائي من منتخب مصر للبلياردو عشان نتكلم طبعا عن بطولاتهم وكمان عن استعداداتهم للفتره اللي جايه ان شاء الله. منورنا كابتن محمد علاء وكابتن حاتم ياسين. صباح الفل عليكم واهلا بيكم منورنا. صباح الفل. انت في شكلك مش نايم قوي صح؟ مش مورنينج بيرسون صح؟ صحاش بدري؟ لا عشان شغالين في ماتشات بس. اوكي يعني انا قلت برده بعض الضيوف بيجوا لنا بيبقوا يعني في اللي هو بنصحى بدري قوي، بس يعني انتم منورينا بجد. ومعلش انا عايز ابدا معاكم قبل ما نتكلم شويه عن فيما هو قادم، لا خلينا نرجع ونعرف او نعرف الناس اكتر عن اصل منتخب البلياردو، لان مش كل الناس عارفه هو بقاله قد ايه، كام سنه، والانجازات اللي حققها حتى هذه اللحظه. يعني خلينا نعرف منكم. هو يعني بقاله تقريبا اكتر من 25 سنه. تمام. انا بقالي اكتر من 20 سنه بلعب. معقوله؟ تمام. يعني لعبت مع الوالد، هو اللي خلاني دخلت اللعبه. أوكي. وبعد كده بدات العب في المنتخب وانا عندي 18-19 سنه، لحد يومنا ده انا في المنتخب المصري. حلو. يعني لغايه لما بقيت كابتن المنتخب. في فتره كنت كابتن المنتخب بعد 2012 بعد ما رجعت من المحترفين. كانت اهلتني ليها بطوله افريقيا. تمام. فروحت لعبت سنه ونص في انجلترا مع المحترفين
طبعا قصة نقلة تانية خالص بالنسبة للبلياردو. رجعت قعدت بطل مصر لمدة سنتين نمرة واحد على مصر. بعد السنين بقى دي كلها أنا ما زلت في المنتخب المصري. يعني أنت واضح إن في حالتك أنت كانت البداية مع البلياردو على طول، ما كنتش مثلا بتمارس رياضات تانية وحبيت البلياردو؟ لعبت سباحة ورماية وكورة. أنا والدتي كانت تربية رياضية. اوكي كنت يعني غصب عنك لعبت كل الألعاب. رحت بقى اتجاه الوالد بقى كان بيلعب البلياردو. أروى بقى أروى بكتير. وسفر كتير. فكان الموضوع بالنسبة لي في تشجيع منه طبعا أكيد. أول عن آخر، وهو اللي وداني النادي اللي أنا بلعب فيه من 20 سنة، تمام، إسترن كومباني. ومستمر بقى في المنتخب لحد دلوقتي. يعني هي الفاصل السنتين اللي أنا سافرتهم في إنجلترا، لما كنت بطل أفريقيا طلعت إنجلترا لعبت محترفين، تمام، رجعت بقيت بطل مصر. يعني دي الطفرة بقى في البلياردو بتاعي أنا شخصيا. يعني أنا يعني كنت في المنتخب مثلا قعدت 10 سنين في المنتخب بس مش نمره واحد على مصر، تمام. سافرت 2012 رحت انجلترا قعدت سنه ونص هناك بلعب مع المحترفين، رجعت فضلت بطل مصر لمده سنتين. فرق معاك يعني فرق طبعا. السفر كتير طبعا خبره في اكسبيرينس كتير زادت المكسب، عرفت احافظ على الجيم بتاعي، يعني بتفرق في كل حاجه يعني. طيب كابتن حاتم بقى قول لنا، بتهيألي انت اصغر شويه من كابتن محمد. كابتن محمد بقى لك كام سنه برضو في البلياردو؟ 16 سنه. انتوا برضو بقى لكم كتير يعني. يعتبر برضو ارقام. طب اوكي، يعني خلينا برضو نعرف بدايتك لغايه اللحظه دي كانت. بدايتي في النادي الاهلي طبعا، قعدت اتمرن سنتين وبعدين ابتديت رحله احترافي بقى جوه مصر في نادي الشرقيه برضو ايسترن كومباني لحد دلوقتي، وخدت بطوله افريقيا 2015 ورحت لعبت محترفين لمده سنتين. طبعا فرقت معايا جامد اكيد. هو البطولات والانجازات اللي انت بتقولوها دي دليل على ان البلياردو برضو من الرياضات اللي الى حد كبير مصدومه، لان مش ملقى عليها الضوء. احنا بنتفاجئ بالانجازات المحترمه بالزبط. اللي بتتحقق يعني. ولازم برضو الوضع ده يتغير، لان في كتير جدا من الرياضات يعني مظلومه بالمعنى الحرفي. يمكن البلياردو وضعها استثنائي شويه لو قارناها ببقيه الرياضات، من منطلق ان هي من زاويه معينه تعتبر رياضه شعبيه من زاويه معينه. ولكن مش بشكل احترافي. يمكن البدايه كانت بتبقى ان في مستوى اجتماعي معين عاده هو اللي بتلاقيه بيميل للبلياردو. هل احنا محتاجين ان احنا نعمل حاجات معينه من شانها ان هي توسع جماهيريه الرياضه دي او درجه شعبيتها عند الناس في مصر؟ والله هو الاعلام لازم، لان احنا يعني كل كام سنه لما يفكروا ان احنا نذيع بطوله. يعني اخر حاجه كانت 2018 2019 كانت بطوله افريقيا في دار المدرعات. دي انا خدت نقلت يعني. اخر بطوله اتنقلت على كانت دي ام سي، تمام. هي فتره البطوله وما بعدها بشهر الناس حب الموضوع وبتتكلم عنه، يعني بدا الناس بيشوفونا. وبعد كده الدنيا تهدى بقى، بعد كده مفيش اي حاجه. وده مش حصل بره. لا لا، يعني تجربتك في انجلترا مثلا. لا لا، سنه ونص. قصة لخصها لنا كده، حصل معاك ايه وشفت ايه مختلف عن مش في انجلترا بس، وتايلاند. يعني انا بلعب بطولات محترفين في تايلاند 6 ريد عشان بطل افريقيا برضو، تمام. الناس هناك بتوقفك في الشارع، شايفاك في كل حته، اعلانات تلفزيون، مجلات، فاهم. فبتمشي الناس بتوقفك بتسلم عليك، عايزين يمضوا ورق منك. بس ده راجع لايه؟ بس عشان برضو الناس تبقى فاهمه، راجع لان الناس في مجتمعات اخرى حابه اللعبه اكتر، ولا لان الدول الاخرى دي بتعمل اهتمام اكتر بالالعاب اللي زي البلياردو، بيبقى فيها سبونسرز، بيبقى فيها حاجات مختلفة. هي سبونسر طبعا مهم. يعني هو الاعلام في مصر هنا عامه لو هيجي للسنوكر او للبلياردو عامه هيبقى محتاج سبونسر، لان عشان تصرفي يعني اللي هي اللعبه محتاجه مصاريف كتير. هو اصلا الاتحاد لا يوفر يعني بالقدر الكافي طبعا. مش هيقدر يوفر ان انا اطلع العب محترفين. انا لما طلعت لعبت محترفين في 2012 انا طالع على حسابي، تمام. فسنه ونص في انجلترا كان عندي اكمل 6 شهور كمان، بس طبعا تكلفه عاليه جدا. انا اقامه، بطولات، كان على ايام انا بدفع اشتراكات للبطولات حتى هناك، تمام. المفروض الاتحادات المعنيه تبقى هي اللي بتتكفل بالنوع ده من الامور. طب بالنسبه لك انت كابتن حاتم، في رؤيتك ايه يعني مين اقوى المدارس في العالم؟ انجلترا. انجلترا طبعا. انجلترا. يعني انا برضو منازع. لما سافرت هناك كلاسيك السنوكر هناك زيها زي الكوره زي الجولف، واخده حقها تماما. اوكي. يعني دي كانت فين؟ دي بطوله افريقيا في تونس اللي ادتني سنتين لعب في انجلترا.
ده كان على حسابك برضو ولا الوزاره دعمتني اول 6 شهور بس ايام المهندس خالد عبد العزيز، وبعد كده انا كملت سنتين على حسابي. طب ليه كده؟ مفيش دعم. يعني هي كانت الوزاره وعداك من الاول هتغطي السنتين؟ هتغطي بس ما هتغطي السنتين 6 شهور. بعد اول 6 شهور نرجع بقى كده نهوان بنشتكي ونقول ان احنا عندنا الرياضات مظلومه وعندنا فرصه كبيره ان احنا نحقق انجازات على اصعده كتيره ومحدش حاسس بيها. انا عايز اقول لحضرتك لما بروح اخلص الورق مثلا في وزاره الشباب، هي اللعبه هناك متصنفه العاب شهيده. شهيده. صح بجد. مرحله بقى بعد المظلومه شهيده صريحه يعني. صريحه، مفيش اعلام، مفيش تغطيه. طب انت هل الوضع الراهن ده خلاك مثلا ولو مره ان انت تفكر ان انت تروح مكان فيه مساحه اكبر للبلياردو وللتالق فيه وللتصعيد؟ انا عايز اقول لحضرتك تخيل ان انا بره ممكن اعرف اجيب سبونسر ما اعرفش اجيبه في مصر. يعني في مصر لو رحت سبونسر ممكن يقول لكم مش الرياضه اللي انا بدور عليها. مفيش تلفزيون. بتتكلم على ايه اصلا؟ يعني هو ما يعرفش ان هي ليها اتحاد. هو عايز يتشاف لان انا ما تعرفش. زي ما حضرتك شايفه في الفيست اهو ببقى معلق اللوجو بتاع مثلا الشركه او النادي. لكن العادي ما حدش بيغطي. لا لا مشكله دي على مشكلة. فكره يعني الواحد حزين ان هو يسمع حاجه زي كده، لان احنا عندنا ابطال. يعني احنا كنا لسه بنقول احنا بنفرح باي انجاز لاي شخص طبعا بيرفع اسم مصر في الخارج، فانا ليه مش بدعم ده من هو عندي؟ عشان يعني ولا انا بفرح بيه بس بعد ما بيجيب لي البطوله او الجائزه؟ هو احسن دعم حصل لنا من وزاره الشباب ايام برضو الباشمهندس خالد عبد العزيز، الاكاديميه. فتح لنا اكاديميه في استاد القاهره فيها 9 ترابيزات وموجوده لحد دلوقتي. موجوده لحد دلوقتي. دي الطفره لان هي لسه فاتحه، دي اول سنه ليها تشتغل. يعني هي من ايام بقى لنا 7 سنين مع كابتن كافة. طيب الحمد لله لسه السنه دي بداوا يشغلوها وفيها بطولات شغاله بتقام فيها. هتساعدكم بقى في الاستعداد لبطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله؟ والله مش عارف. هي او غيرها تستعد ازاي؟ لا احنا بنستعد، احنا المعسكرات بتبقى اغلبيتها في النوادي بتاعتنا لان جو الهدوء بيبقى اكتر. احنا يعني في إستر كومباني احنا عندنا 4 ترابيزات بس مختلصه على الفريق نفسه. الفريق لوحده اللي هيسافر. في مساحه للتركيز. في مساحه للتركيز اكتر لان هي اللعبه يعني من صعوبتها انت اي حاجه ممكن تشغلك انت خرجت بره تركيز. تليفون رن، حد اتكلم، حد عدى. هي مفاتيحها ايه بالمناسبه برضه عشان الناس تبقى عندها خلفيه؟ يعني الرياضه دي محتاجه ايه؟ ايه متطلباتها؟ تركيز، تفكير ممنهج. تفكير ده نمره 1 طبعا. التركيز لازم تركيزك يبقى عالي وثابت. تمام. وعشان توصل للنقطه دي وتتوقع الضربه. يعني كريم انت بتعمل مثلا الكره الجاهزه اللي بعديها السوداء، لا عشان ادخل مثلا الكره الزرقاء فنخبطها في الاحمر فيجي في الازرق. يعني اصل كنت بلعب بس على مستوى تاني خالص. في هي 3 انواع البلياردو. في السنوكر اللي احنا بنلعبها تمام، وفي الامريكاني وفي الفرنساوي. الفروقات دي برضو عشان اعرف الناس، كل واحده ملهاش علاقه بالتانيه. يعني السنوكر ممكن تكون فيها شكل من الاثنين شويه تمام، لان فيها بتوقع بيلي منتخب زي البول الامريكاني. فيها حل سنوكرات، تفكير ان انت بتحط الوايت بتاعك تتحكم كنترول الوايت زي الفرنساوي تمام. في الفرنساوي عندنا طبعا كابتن سامح سيدهم، انجاز مصر فعلا والعرب في اول ثمانية على العالم. ده طيب برضو انجاز غير مظبوط. عايزه اروح معاكم لان احنا عندنا بطوله افريقيا وانتم بتستعدوا ليها دلوقتي، فعشان قبل ما ننهي الحلقه لازم نطمن منكم ولو في اي يعني دعم محتاجينه او غيره ادينا بنتكلم في الاعلام لان ده دورنا في الاول وفي الاخر. فممكن انا هسمع منكم انتوا الاثنين مين يبدا؟ اتفضل. مش هتفضل. طب اي حد يا جماعه. مفيش طبعا. البطوله كان فيها مشكله كبيره في ان كان في مشكله بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، والاتحاد الدولي هيوقف اي لعيب يشارك في البطوله. فالموضوع ده اتحل امبارح بس. فطبعا الانديه مش ما فيش وقت ان هي تدعم بالسفر. والبطوله يوم الاحد. فدي مشكله كبيره. طب هتعملوا ايه؟ يعني بندور على سبونسر يعني. مشكله على فكره. شيء حزين والله العظيم. تكلفتها هتبقى كام تقريبا لكل شخص؟ من 40,000 لـ50,000 جنيه لكل شخص. احنا الاول يعني من فتره كان الوزاره هي اللي بتصفر، الوزاره والاتحاد. اول 4 دايما. اول 4 لو البطوله بره مصر اول 4 بيلعبوا على حساب الاتحاد بتاعه. تمام.
طبعا في المشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت نتمنى ان المشاكل كلها تتحل والعقبات كلها تذلل، عشان احنا عندنا ابطال واعدين ممكن يعني يرفعوا اسم وعالم مصر في كل حته في العالم لو اتيحت ليهم الفرصه. بالظبط. طيب يعني انتوا دلوقتي لو ان شاء الله الوزاره كان في التواصل، اللي انا عارفه ان اوريدي في تواصل حلت المشكله، انتوا تقدروا تسافروا لو الوزاره حلت مشكله الوقف اتحلت. بس يعني الكلام عن الدعم المالي، بس طبعا الدعم المالي الناس اللي قادره ان هي تسافر هي اللي هتسافر، وفي ناس يعني عندها فرص ان هي تتحقق اسم في البطوله. طبعا ده عشان بريشر علينا واحنا مسافرين نلعب يعني انا ما بقتش عارف افكر في المشكله دي ولا عايز اتمرن. يعني انا عندي قبل النهائي بتاع بطوله الجمهوريه النهارده، هلعبه النهارده الساعه 3 في الاكاديميه، تمام؟ بس نفسيا انا بلعب البطوله ومسافر كمان كام يوم، وانا المفروض هدفع فلوس من جيبي عشان انا مسافر بطوله بمثل فيها اسمي بمصر، فاهم؟ وضع لازم يتغير الحقيقه، لازم بصراحه. عموما بنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وكملوا زي ما انتم على نفس المنهج ونفس الطريق اللي انتم ماشيين فيه، وان شاء الله ان شاء الله قريب يعني اتمنى ان احنا ما يبقاش عندنا النوع ده من المشاكل نتكلم فيها. بصوا انا بتمنى لكم اكيد، وكلنا كمصريين اعرفوا ان احنا بنتمنى لكم. صدقوني في ناس كتيره جدا وقطاعات كتيره جدا بتبقى فرحانه باي حد بينجح، بس المشكله اللي انتم ذكرتوها دي دلوقتي مش اللي هو هتبقوا معانا وتمشوا، احنا هنستضيفكم تاني لما ترجعوا ان شاء الله من السفر لو سافرتوا، ونشوف ايه اللي حصل ونتابع العراقيل اللي انتوا بتتكلموا عنها دي اتحلت ولا لا، خصوصا ان انت بتتكلم ان برضو انت عندك لعيبه يعني أبطال افريقيا وافريقيا اللي جايه دي كمان مهمه، ان هي مؤهله تاني للمحترفين، يعني يبقى عندك لعيب في مصر. يعني اي حد عنده حلم اللي هو للسنوكر ان هو يلعب محترفين طبعاً. دي اهم بطوله بالنسبه لنا في السنه كلها يعني. ربنا يوعدكم ان شاء الله. نورتونا بالفرصه معاكم معانا جدير الشغل. طيب فاصل ونرجع بعديها نبتدي بقى مع حضراتكم تاني فقره حواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. مرحبا بيكم في الفقرة الثانية الحوارية النهاردة، وزي ما احنا كلنا عارفين الأسبوع كله بيبقى أو هو مليان بالمباريات، وحابين كمان نعمل فقرة تحليلية مع أو عن أداء الحراس في الماتشات، وكل ده هنعرفه من ضيفنا العزيز، بس يعني أنا عايزة برضه أشكره لأن هو كل مرة كل مرة بيجي معانا بيبقى جايب لنا هات لا لو سمحت يا كريم لو سمحت. كابتن ياسر مصطفى طبعا نجم الاهلي السابق ومدرب حراس المرمى، يعني ميرسي على كل مره بتبقى طابع لنا صورتنا وعامل لنا يعني حاجه محترمه. لما تدخلي بقى على اللي بعد الصوره هتلاقي تنظيم ومنهجيه على مزاج مزاجي. صباح الفل يا كابتن ياسر. صباح الفل. طبعا ببقى سعيد ان انا موجود معاكم ونجوم كبار، ولازم يبقى الواحد على قد المسؤوليه لما يبقى موجود معاكم وفي قناه النادي الاهلي، وببقى سعيد جدا ان ابقى موجود معاكم. صباح الفل عليكم وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى كل محبي النادي الاهلي. اهلا بحضرتك. احنا طبعا عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيها، واعتقد ان البدايه المنطقيه للحوار لازم تكون رؤيه حضرتك للي حاصل في المنظومه الكرويه في مصر عموما، ورؤيه حضرتك للي لازم يحصل عشان التحفظات اللي عندنا دي تختفي الفتره الجايه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشكله المنتخب هي قائمه من قبل ما يتعين الكابتن ايهاب. مظبوط. اول يوم حصل اجتماع لمجلس الاداره واختار فيه الكابتن ايهاب، طلع الكابتن حازم امام، طلع الكابتن بركات، اعترضوا على تعيين الكابتن ايهاب من البدايه. فبالتالي انا لو المدير الفني للمنتخب وبدايه الموضوع اثنين من هم عدم ترحيب طبعا اثنين، وبعدين من اثنين كبار جدا في يعني مجلس اداره الاتحاد الكابتن حازم امام وكابتن بركات، هم اكتر اثنين لعبوا كوره ومثلوا المنتخب. فبدايه الموضوع انا لما اجي اخش كمدير فني وكم واحد محتاج ايه؟ الاستقرار، المسانده، الدعم من مجلس اللي اختارني. طب بالتالي انا ما فيش اي حاجه من الحاجات دي من قبل ما ابدا. فبالتالي لو انا نجحت الكابتن حازم امام والكابتن بركات اكيد كلامهم مش هيطلع منطقي. طب لو انا فشلت يبقى اكيد هم كلامهم هيطلع منطقي. فبالتالي بقى في صراع من البدايه جوه مجلس الاداره ضد يعني او ناس موافقه على الكابتن ايهاب وناس مش موافقه. فبالتالي من بدايه الموضوع هو اصلا وجهوا الراي العام ان في انقسام داخل مجلس الاداره، مع ان المفروض ده ما يبقاش طبيعي. بس هو لو حصل ان هو حد معترض على اسمه حقق نجاح، ده هيبقى مش قصه بقى منطقي ولا مش منطقي كلامه، ده هيبقى اكيد هيسعد المجلس كله، يعني مش حاجه هتبقى حد هيزعل عليها يعني. لا وانا قصدي ايه من ناحيه ايه؟ انا ناحيه دلوقتي انا كابتن حازم امام وانا كابتن محمد بركات قلنا من البدايه احنا عاوزين مدير فني اجنبي. جه مجلس الاداره اختار الكابتن ايهاب جلال. ايوه مفهومه. فهي الفكره من هنا
هي مش ضد ومع، هو انقسام على الاختيار وليس بالزبط. على النتيجه. هو المفروض ان احنا في اجتماع مجلس اداره تمام. وخدنا القرار كلنا نطلع بعد القرار ان كلنا سبورت للمدير الفني أكيد. لكن ما انا يعني ما انا مش سبورت في ناس ما حضرتش مجلس الاداره اصلا اللي هو يوم ما توج الكابتن ايهاب كمدير فني المنتخب الكابتن حازم ما حضرش مثلا من البدايه تعبيرا عن الرفض. طبعا هي دي يعني المشكله يعني بدايه يعني اي حد هيكون في مكان كابتن ايهاب البدايه تسد النفس الحقيقه بالظبط يعني وهتتعامل ازاي مع مجلس الاداره نص عاوزك ونص مش عاوزك. طب حتى قدام الناس المفروض نبقى طالعين من على الترابيزه زي مجلس اداره النادي الاهلي حضرتك بتسمع اي حاجه بعد الاجتماع؟ ما اكيد في ناس بتقول اه وناس بتقول لا طبعًا. على اي حاجه طبعًا. لكن بعد الاجتماع هل في حد بيطلع يتكلم؟ لان كلنا ارتضى بالظبط كده. بص يا كابتن ياسر هو زي ما حضرتك بتقول المشهد من البدايه ما كانش مظبوط، ده رقم واحد. رقم اثنين مش قصه بس الاختيار، المشكله كانت ان انا عندي اصلا ضغوط على اي حد كان هيجي مكان كابتن ايهاب، وقلنا الكلام ده قبل كده لان في مقارنه وفي ضغوط وفي غيابات وفي ناس مع وناس ضد وفي انتقادات من قبل ما يبدا. يعني انا تخيل انا باخد منصب جديد وناس بتنتقدني قبل ما ابدا، طب ما هو اوريدي ده ضغط فظيع. هو ده قصدي يعني في الكلام، برافو على حضرتك، كلام حضرتك منظم جدا جدا وكلام منطقي، هو ده اللي انا قصدي عليه. فمن البدايه انا كمدير فني داخل المفروض ان اتحاد الكوره يعمل لي سبورت ليا في ظهري ويشتغل معايا، انا من البدايه نص الاتحاد والنص القوي اللي هو اللعب كوره وممارسه الكوره اللي هم المفروض ان هم يحطوا الاستراتيجيه بتاعت الاتحاد. بص بقى الملف ده خلاص تعبنا منه والله العظيم نفسيا، وداخلين على ويك اند خلينا نفك، خلينا نروح للاهلي. لان الاهلي والمصري بالسلوم ما كانتش او ما كانش الاداء الافضل، ولكن طلعنا بمكاسب قلنا منها مثلا مصطفى شوبير وزياد طارق وغيره. بس مصطفى شوبير بما ان حضرتك طبعا برضو مدرب حراس مرمى، انا اللي ماضي على استماره طيب مصطفى شوبير على فكره ولسه عندنا طبعا ايسترن كومباني النهارده، عندنا لسه يعني سلسله من الماتشات برضو المهمه واللي بيبقى فيها تحدي وفرص للعيبه الموجودين بما ان احنا عندنا غيابات كتيره جدا. فخلينا نبدا بالكوادر اللي فعلا ثبتت او اثبتت نفسها في الماتش اللي فات. بالمناسبه بتاعت مصطفى شوبير دي كان ليه حكايه معايا، انا وانا في قطاع الناشئين كان الكابتن احمد ماهر الله يرحمه كان هو مدير القطاع، فكان عندنا الاختبارات بتاعت قطاع الناشئين، فجه كان دخل الاختبار فعجبني جدا، انا كنت لسه رايح جديد بقالي بتاع حوالي شهرين، فقلت لهم يعني انا شايف الحارس ده كويس جدا. فالكابتن احمد ماهر بص لي كده قال لي يعني انت شايف ان ده كويس؟ قلت له مين كابتن احمد؟ كابتن احمد ماهر الله يرحمه كان مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. فقلت له ومضيت على الاستماره، فوجئت بعدها باسبوع لقيت مين اللي داخل اللي يمدي الاستماره؟ ما هو بيجي اللاعب ووالده، لقيت الكابتن شوبير. فقلت له ايه ده، هو ده ابن الكابتن شوبير؟ قال لي فيعني انا بالمناسبه ما كنتش عارف ان هو ابن الكابتن شوبير. اسمه بالكامل وقتها لا هو عجبني كحارس ودخل الاختبار زيه زي كل الاولاد. وحجم رضاك بقى عن ادائه في المباراه اللي هو انت بتسمع حضرتك؟ هو طبعا كون ان هو يعمل مباراه زي دي، طبعا مصر بالسلوم فرقه في الجدول موقفها يعني من الفرق اللي هي ترتيبها في الاهداف عامله نتائج كويسه جدا، فبالتالي يعني لما نيجي نشوف المصري للسلوم يعني رابع احسن فرقه في الترتيب بالنسبه لاقل الفرق دخولا اهداف، وجايبين 37 هدف يعني رابع فرقه حظا للاهداف في المجموعه بتاعتها، ورابع فرقه اقل فرقه دخولا في اهداف، عندها لاين فورد كويس، عندهم ديفنس كويس وحارس مرمى كويس، ففرقه كويسه جدا. وترتيبهم في المجموعه بردك في مجموعه بحري واول مره يصعدوا الترتيب التاسع، يعني فرقه كويسه، عندهم مهاجمين كويسين، عندهم نص ملعب كويس، ففرقه من الفرق اللي انت بردك تعمل لها اعتبار. فبالتالي الفرقه ديت يعني والنادي الاهلي عنده كان مشكله الماتش اللي فات، عنده 10 لعيبه غايبين، الشناوي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، حمدي فتحي، قفشه، السوليه، محمد عبد المنعم، عندك تاو في جنوب افريقيا، عندك علي معلول في تونس، علي نجم في مالي، ف10 لعيبه اساسيين بتتكلم على تيم كامل طبعا. فمصطفى شوبير نرجع تاني لحصه المهم، مصطفى شوبير اول ماتش يلعبه بقاله مده كتير ما لعبش، فكون انه يعمله بالمستوى ده عنده ثبات، اداؤه كويس جدا، اشتغل بالايد العكسيه واشتغل بالايد الجانبيه بشكل كويس جدا، تمركزاته ممتازه، التحرك تحت الثلاث خشبات بشكل ممتاز جدا، بدايه الهجمه عملها بشكل كويس، يعني الكوره لما بتجيله بيتعامل معاها مش بتوتر ومش قلقان، لا تحس ان بدايه مشروع حارس كبير كويس. نتمنى له النهارده ان شاء الله التوفيق مع كابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان من الكوادر الكبيره جدا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيعده زي ما عمل مع كابتن محمد يوسف وحصل مع النادي الاهلي على بطوله افريقيا ومن المدربين الكبار جدا دلوقتي، زي ما حصل مع كابتن اسامه عرابي، زي ما حصل مع مجموعه كبيره من المدربين بدات بنفس الشكل. اتمنى لسامي النهارده باذن الله التوفيق،
مدرب كويس ومحترم، ومعاه كابتن محمد شرف من المدربين اللي احنا اشتغلنا مع بعض كتير في قطاع الناشئين، فالاثنين هايلين ما شاء الله عليهم. وتحس ان اللعيبه في التمرين امبارح مع حضور كابتن محمود الخطيب كابتن زكريا، تحس ان في يعني ان شاء الله بدايه موفقه من النهارده باذن الله للماتش ده. طب احنا عندك ايسترن كومباني، وعندك بعد كده الزمالك، وبعد كده المحل، وبعد كده المحل. اكتر ماتش مش هقول مقلق منه، بس اكتر ماتش مهم بتهيألي هيكون الزمالك، او المنتظر، خلينا نقول اللقاء المنتظر يعني. ايه، انا بقول ان هذا ماتش صعب جدا، اصعب من الزمالك؟ لا مش اصعب، بس بدايه للكابتن سامي قمصان، معاه مجموعه لعيبه كتير غايبه، حوالي 10 لعيبه زي ما احنا قلنا، بيلعب بدون قوام، وفرقه بتلعب على الهبوط، فالموضوع صعب برضك لاي مدير فني. يعني حضرتك فرقه بتلعب على الهبوط، بدايه لمدير فني جديد، وعاوز، وبعدين كابتن سامي غير في شكل الفرقه من الماتش اللي فات، يعني بان ان هو بيلعب بفكر مختلف عن مستر موسيماني. يعني الماتش اللي فات لعب باثنين مهاجمين، لعب 4-4-2 من بدايه المباراه، فطبعا هو بدايه فكر جديد بالنسبه له، بيغير شكل الفرقه. شايف الفكر ده يتناسب اكتر مع يعني لعيبه النادي الاهلي، ولا كان فكر موسيماني في الاطار ده اصلا؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، كل مدير فني وليه سيميتريه شغل معينه بيحطها بناء على النجاحات او الشغل اللي هو يعني متوقع ان هو يعمل نجاحات. مستر موسيماني عمل نجاحات كويسه جدا مع النادي الاهلي، وحقق بطولتين افريقيا وحقق سوبر، وهو نفس بدايته قريبه من بدايه كابتن سامي قمصان. كان برضه جه على قبل نهائي افريقيا، وقبلها بحوالي اسبوع 10 ايام ودخل. فانا بتوقع ان شاء الله باذن الله ان هي المهمه جدا ماتش النهارده، ده اللي وصلنا بعد كده اليوم الاحد بدخول اللعيبه الدوليين، باللعيبه اللي هي احتكت زي حسام حسن لعب الماتش اللي فات، ما كانش، لكن شويه شويه هيبدا يخش، هنبدا يبقى عندنا مكاسب كتيره في الفرقه. فبالتالي احنا دلوقتي لما نزق مصطفى شوبير، نزق مجموعه من الشباب، هيبدا يبقى عندنا صف تاني بشكل كويس جدا مع مدير فني شاب واعد، نتمنى له التوفيق حتى لو في فتره يعني مؤقته، لكن مهم جدا ان احنا ندعمه كمدير فني للنادي الاهلي. طبعا هو ليه كل الدعم اصلا من الاداره ومن الجماهير، يعني ما شفناش حد كده مثلا كان عنده تخوف او حاجه، كل الناس بتتمنى ليه التوفيق. واعتقد في كمان ناس كتيره كانت كاتبه ان شاء الله ما نشعرش كمان بغياب موسيماني في الماتشات المهمه اللي جايه، وهي فرصه برده كبيره زي ما حضرتك قلت الكابتن سامي، ان شاء الله يعني يكون قدها واكبر كمان، احنا متاكدين من ده. بس احنا هنروح فاصل او هنرجع، لان انا وكريم لسه عندنا ملفات، وانا عارفه ان حضرتك لسه كلامك كتير. ده في ورقه كابتن، هو جاي لنا ملفاته اساسا، ملزمه مع كابتن ياسر والله. فاصل ونرجع نكمل. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وحديثنا اكيد مستمر مع كابتن ياسر، ورحنا لبعض الملفات المختلفه. تحب نرجع بقى ثاني للدوري ونشوف الترتيب، لحضرتك عمل لنا جدول كمان بالترتيب، ونشوف كده برضو الارقام، لغه الارقام تبقى مهمه للناس. اتفضل. طبعا احنا هنتكلم بالنسبه لحراسه المرمى، اقل الحراس دخولا في اهداف مرماهم. حلو ده. دي دايما انا وكابتن كريم بنختلف في الحته دي شويه، الزوايا المختلفه. هايل. فطبعا بنقول الاهلي اقل فرقه دخل فيها اهداف 11 هدف. ده صفحه رقم كام معلش؟ والله العظيم ما لاقيها. بعد الدوري على طول. فين؟ بعد الجدول بتاع الدوري. ايوه. ماشي ايوه. الاهلي اقل فرقه دخل فيها اهداف، فطبعا الجيش رقم 2 عامل نتائج كويسه الفتره اللي فاتت، معاهم بسام عامل شغل كويس، معاهم كابتن سيد السويكي. نيول فاركو رقم 3 دخل فيها 14 هدف برضك، معاهم محمد صبحي حارس مرمى، ومعاهم مدرب اجنبي حراس مرمى بيرمز كابتن اكرامي، ومعاهم مصطفى كمال 15 هدف. فيوتشر مع علي ماهر ومصطفى فتحي عاملين شغل كويس جدا، 15 عليهم 19 هدف. جنش وكان قبلهم محمود، فدول من الحراس اللي عاملين في الدور الثاني شغل كويس جدا بدا يبان. ولازم دي تكون المرجعيه، يعني الفريق اللي بيدخل شباكه العدد الاقل من الاهداف، هل بالضروره تكون معناها جوده حارس المرمى؟ ما ممكن تبقى برضو فيها اشاره واضحه لجوده الدفاع، خط الدفاع عندك مثلا دايما ما خلاش الكره توصل لحارس المرمى. دايما الفريق البطل لازم أن يكون عنده حارس بطل. او ليه دايما بيقول لك المقوله ان الحارس المرمى نص الفريق؟ صحيح. لان هو اللي بيعمل فرق. ريال مدريد خد البطوله ازاي؟ فهي الحارس المرمى هو 50% من قوه الفريق. يعني عشان كده الحراس المرمى يعني دايما بيبقى في ثبات في التشكيل، معظم يعني معظم الفرق هتلاقي عندها ثبات في الحارس اكتر حاجه. ليه؟ لان كل ما بيلعب كل ما زاد خبرات،
كل ما يبقى عنده وعي تكتيكي في الملعب، تحركات داخل ال 18 بشكل كبير جدا. نفس القصه بالظبط. فكل ما يبقى عندك حارس مرمى كويس جدا، الفرقه توصل لمنصه الهجوم بشكل كويس جدا. طب بالمناسبه هنرجع بس للمنتخب ولو لده لثواني، يعني تقييم حضرتك لاداء محمد الشناوي وابو جبل الفتره اللي فاتت عموما مع المنتخب؟ انا كنت اتمنى ان الشناوي ما يلعبش الماتش بتاع امبارح دوت بتاع كوريا بشكل كبير جدا، لانه ده طالع من كورونا والكورونا بتبقى فيها عزل، وطبعا العزل بيأثر على الحاله النفسيه بشكل كبير جدا. طبعا كميات الاكل بتبقى اقل بشكل كبير جدا، الحاله النفسيه بتبقى بتاعت الانسان بتبقى صعبه شويه. الاستعداد هو كلاء برضو، الاستعداد اكيد كان مش يمكن مش ده. في ناس كتير كانت عاوزه تلعبوا ماتش اثيوبيا، فمش فاهم ازاي برضو. لا دي غريبه قوي. يعني كان في ناس كتير بتطالب انه يلعب ماتش اثيوبيا، الراجل طالع من كورونا قبل الماتش بساعات قليله جدا، ازاي هلعبوا ماتش زي كده؟ فطبعا كان صعب جدا، لكن هو اداؤه امبارح هو كده. يعني انا من وجهه نظري الطبيعيه انه يا كان كمل بابو جبل يا اما يلعب صبحي. اوكي. كان لازم، لكن انا ما احطش الشناوي في ماتش زي دوت، يعني لسه طالع من ضغوط. على فكره انا ليا راي برضك تاني تكملا لموضوع المنتخب برضك. هو برضك يعني توقيت لعب التصفيات دي في التوقيت ده توقيت انا من وجهه نظري خاطئ 100%. اولا نهايه موسم بالنسبه لكل اللعيبه المحترفين بيبقوا طالعين من اجهاد شكل كبير جدا. لما نيجي نتكلم على مستوى مثلا محمد صلاح في انجلترا، طالع من يعني الدوري كان فاضل ربع ساعه ويبقى هو بطل الدوري، وبعدين نهائي اوروبا وعامل مباراه كبيره جدا واتغلبوا بجون. يعني انا كان قلبي معاه بشكل كبير جدا. فحالته النفسيه اكيد سيئه. نيجي للمنتخب، لا كان عنده اصابه برضه مش بس حاله نفسيه. ايوه. ونيجي ومجهد بشكل كبير جدا معاكي تريزيجيه ومصطفى محمد، كان بقالهم اسبوعين مخلصين الدوري بتاعهم. نيجي النني كان مصاب، فمجموعه كبيره جدا من اللعيبه لان نهايه موسم، فموضوع صعب جدا. كلام والله قلناه كتير، بس يعني غيرنا قاله وغيرنا هيرجع يقول. على كل حال احنا بس عشان نخلص القائمه بتاعه الحراس، احنا قلنا ان الاهلي هو اقل واحد او اقل فريق دخل في شباكه، لكن اكتر فريق دخل في شباكه هو فريق الاتحاد. أيوه. بواقع 35 هدف. أوه. وطبعا الحارس احمد يحيى والمدرب محمد فتحي. ده 35 ده اكتر رقم. احمد يحيى وكان معاه منصف برضه كان بيلعب على فترات الاثنين بالتساوي مع بعض، رقم كبير 35. هو برضك نادي الاتحاد يعني تحس ان هو بيمر بظروف صعبه جدا في الفتره اللي فاتت. كابتن عماد النحاس دخل على يعني مباراه قويه جدا، بدا يعني بيحاول انه يرجع بشكل، لكن نادي الاتحاد في موقف خطر جدا في الدوري. طيب احنا عايزين من حضرتك رساله، نفس الطلب اللي طلبناه من مشاهدينا في اول حلقه النهارده، اللي هو كان ده سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقه النهارده، انه احنا طلبنا من حضراتكم تتوجهوا برساله للاعيبه النادي الاهلي قبل مواجهه ايسترن كومباني. خلينا نسمع رساله حضرتك. وتوقع النتيجه. وتوقع النتيجه صح. وتوقع النتيجه. نبتدي بقى بتوقعات حضرتك. انا بقول ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله، لكن 1-2 ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 باذن الله. 2-0. انا اتوقع 1. لا 2-0. ورساله للاعيبه النادي الاهلي، دايما الاهلي بمن حضر. تمام صح. يعني دايما الاهلي بمن حضر، يمشي مدرب يجي مدرب، النادي الاهلي هو النادي الاهلي. بمن حضر بالمدرب حتى، يعني الموضوع ده ينطبق حتى على المدربين. طب تعالى بقى نشوف استاذ ياسر وانت معانا لو تسمح لنا، لان احنا كنا عارضين سؤال السوشيال ميديا ده على المشاهدين ونشوف اجاباتهم برده سريعا. احمد السيد بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز 3، شوف الطموح. 3-0 حلو، صباح الفل عليكم وثقه في الله الاهلي هيفوز. كريم كيشو 2-0. وخالد ابو تركي رجعت ربنا يوفقهم برضو 2-0 حلو. حماده جلال حواس بيقول صباح الفل والياسمين، الاهلي بمن حضر والاهلي هو كاتب التاريخ، ما قالش توقعات ولا نتيجه. عمرو عبد المحسن، الكوره في ملعبكم بس اهم حاجه عدم فقدان النقاط السهله زي الموسم اللي فات، والدوري ضاع مننا بايدينا. لا ده كتير متوقعين 2-0 على فكره. وضح زيزو النوبي 2-0. ابراهيم الرحال بيقول ربنا يوفقكم. محمد محمود مش مستني منكم غير الفوز. حازم حسيني يعني معاك اهو برضه بيقول يجب ان تفخر بقميص ناديك، انت ترتدي شعار عالمي ليس قليل في هذه القاره، بل انت من لاعبي نادي من اعظم انديه العالم، يجب ان تكون على قدر هذه المسؤوليه، وسيظل الاهلي فوق الجميع وفوق كل ظالم. سحر فراج، انتم من تصنعون المجد، المجد دائما برجالكم، لا تخافوا من احد، ضع شعار الاهلي النسر المحلق دائما وانطلقوا. انطلق. احمد سرور، على الحلوه والمره معاك يا اهلي وان شاء الله الفوز 2-0. محمد مصطفى، الروح ثم الروح ثم الروح. محمد السلهاب، الرجاله دايما في الميعاد.
محمد المسيري، ان شاء الله تعدوا المرحله الصعبه دي، هي فعلا مرحله صعبه صدق يعني أوه. على خير يا رجاله، كلنا ثقه فيكم. مصطفى محمود ان شاء الله الفوز للاهلي، بيتكلم عن حسام حسن وعبد القادر. طب هي الملك بقى حنا، كل عندنا ثقه فيكم، الدوري اهلي ان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0 وسعيد 0. سوف نظل فخورين بكم مهما حصل، فقط افعلوا ما تعودنا عليه منكم، كونوا على قدر المسؤوليه، العب برجوله، موت على الكوره، الدوري ابطال. مش لازم بقى تقراها كلها، ما عندناش وقت. عصام صلاح 2-1، احمد منعم 2-0، تمام. محي السعيدي بقى 2-0 برضو، والمشاوي المنشاوي المشاوي المشاوي اه الواحد جاع ولا ايه الحكايه. المنشاوي بيقول لعيبة الاهلي لعيبه كبيره ومحترمه وبتلعب من اجل الكيان مش لاجل اشخاص. محمد شحاته، العب بروح الفانيلا الحمراء. محمد عبد المعطي، رجوله وروح الفانيلا، العب برجوله. وليد، رؤيتكم تسعدنا 2-0 برضو. اكمل رمضان 2-0. ياسر الحرب، ايه بقى؟ لا هو بيدي رساله، يعني انا مش شايفه حد تقريبا قال اكتر من 2-0. انا برضو ما زلت عند رايي، انا شايف ان احنا هنحرز هدف واحد بس. خلينا نيجي بكره. لا احنا مش جايين بكره. نيجي لحد نيجي لحد نيجي لحد ونشوف كلام مين صح. نورتنا يا كابتن. بس كل التوفيق ان شاء الله النهارده، بدايه موفقه وبدايه كده اوليه لكابتن سامي، يا ربنا يوفقه ان شاء الله مع الفريق، وتعدي بقى الفتره دي. تعبنا والله يا كابتن ياسر. والله العظيم يعني فاهم، عايزين نرجع حتى احنا، تحس ان احنا ما بقيناش زي الاول، كلنا كجماهير كاعلاميين في الاهلي، كمدربين، كفريق، عايزين الروح ترجع مره ثانيه، لان ان شاء الله تكون النهارده البدايه زي ما الكابتن كريم قال، العب بهجوله بالظبط، هي ده شعار النادي الاهلي، يديها 90 هو ده شعار النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله ان هذا يكون بدايه موفقه مع كابتن سامي امصار، ويكون خليفه لكابتن يوسف وكابتن اسامه عرابي والمدربين الكبار بتوع النادي الاهلي. نتمنى ان هذا ان شاء الله الفرقه تكسب بدل 2-3 و4 باذن الله. ما نقولش زي هي طبعا بتقول واحد، احنا لازم نقول 2 و3 ان شاء الله. ربنا يبعت ان شاء الله. احنا بنشكرك جزيل الشكر، شكرا لحضرتك، نورتنا وبنحييك طبعا كالعاده. شكرا. وبنشكر اكيد حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله ان شاء الله نجيبكم يوم الاحد، ونهوند تبتدي معاكم بجمله صباح يا مسهل. نشوف حضراتكم ان شاء الله يوم الاحد. السلام.